السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله نقدم معكم واحد التحلية اللي هي سهلة وسريعة ومن ألد التحليات اللي جربت. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها ان شاء الله تانتوما، ولاش لا الى عجبتكم الوصفة بارطاجيوها مع الحباب والاصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات. نمر الآن إلى الوصفة. بسم الله وعلى بركة الله. غادي نحتاجو في الوصفة ديالنا نصف لتر ديال الحليب، غادي نضيف عليه ثلاثة المعالق كبار ديال السكر، حيت أنا في هاد الوصفة استعملت الزبادي بدون سكر. إلا غادي ديرو الزبادي فيه السكر اولا كنقولوا دارون فيه السكر، غادي ديروا جوج معالق اولا معلقه ونص فقط. صافي، غادي نزيد هنا اربع ملاعق كبيره من بودره الكريم باتيسيير، ممكن تعوضوها بنشا، غير هذه كتجي بها المذاق زوين، ما كتعطيناش داك المذاق مجهد بحال النشا. صافي، غادي نخلط الكل فوق نار اللي هي ما مجهداش بزاف باش ما يتحرقش لينا ويلصق لتحت وكيولي فيه واحد المذاق ماشي هو هذاك. وحتى مع التحريك كيبداو دوك الطريفات اللي كيلصقوا لتحت تيطلعوا، ما كنحصلوش على واحد الكريمه اللي هي زوينه. صافي، هنا ما غاديش نوقف من التحريك حتى غادي يغلى، وغادي نحرك واحد 3 دقائق باش يطيب لينا الخليط كما قلت لكم وما تجيش فيه النكهه ديال الكريم باتيسيير مجهده. صافي، وهذا هو الشكل ديالها. راه كنخليوها كما قلت لكم كنطيبوها شي 3 دقائق من ورا فاش كتغلى. صافي، غادي نحركوها شي شويه واحد دقيقه فقط باش نقص منها الحراره شويه، وغادي نغطيوها بالسلوفان ونخليوها تبرد تماما وتعقد، كنحصلوا على واحد الكريمه اللي هي عاقده وجامده. صافي، هنا بعد ما بردات لينا الكريمه طبعا غادي ناخذ هنا 250 غرام ديال الفراوله اللي مجمده كانت عندي في المجمد، وهنا عندي جوج علب من الزبادي ديال الفراوله حتى هو. وهنا في الخلاط غادي ندير هذاك الفخاز، وبالنسبه هنايا راه ممكن تستعملوا يعني الفخاز طري، غير هو هنايا ملي كيكون مجمد دغيا كنحصلوا على واحد التحليه اللي هي بارده، ما كنحتاجوش ندخلوها للثلاجه. الا درتو الفريز طري يعني ضروري خصكم تدخلوها واحد ساعه بعدا للثلاجه باش كتبرد وكتجي شاده راسها وعاقده. صافي، هنا غادي نضيف هذاك الياغورت. صافي، هنا راه فرغتو كامل بالمعلقه. صافي، غادي نطحنو، وهنايا ممكن تطحنو حتى بداك الطحان اليدوي افضل، ما غاديش يعذبكم بزاف بحال الخلاط الكهربائي. انا ترونتو صافي قلت بلاش ما نجبد الاخر حتى هو. صافي، هنا راه كتبقاو تحركوه حيت مع جامد ما كيبغيش يتطحن دغيا. صافي، وتاكدوا انكم تحيدوها من هذا من اله الطحن، عاده ديروا المعلقه. صافي، راه من بعد ما كيتطحن مزيان راه كنحصلوا على هذا الخليط بحال هذا الشكل. صافي، غادي ندوز مباشره نزيد عليه الكريمه اللي كما قلنا كتكون بارده ماشي بالضروره في الثلاجه، يعني نحطوها حتى تبرد، ولا كنا مزروبين ممكن نديروها في الثلاجه. هانتوما راه كتماسك وكتعقد.
صافي هنا غير حليتها شي شويه صافي، غادي نزيد على الخليط ديال الفخاز وغادي نطحن كل شيء. نحيد كل شيء لا ليه ضايع. كيجي فيه واحد اللون غزال، واحد اللون غوز، وصراحة كتجي بنينة بزاف، غير جربوها. اللي عنده الوليدات غادي تعجبهم بزاف. صافي وهذا هو الشكل ديالها. هنا راه خرجت لي كمية يعني مزيانة. صافي هنا غادي نزينها بحبات ديال الفراولة في الجنب. ممكن ديروا الكولي ديال الفخاز من الفوق، ديروا طبقة ولا ديروا بهم خطوط. وهذا هو الشكل ديال التحلية ديالنا، كتجي زوينه وسهله كما شفتو، ما فيهاش يعني شي صعوبات. وكما قلت لكم الا كان عندكم الفخاز في المجمد راه دغيا كتوجد، حيت كيكون ديجا كونجلي، كنحصلوا على واحد يعني على واحد التحليه اللي هي بارده. وهذا هو الشكل ديالها والقوام ديالها. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، والى وصفه قادمه ان شاء الله. في امان الله وحفظه، السلام عليكم.